نشكر الراقصين اللي قدموا لنا الاستعراض الجميل ده. والله زمان يا جماعه وحشتوني. سعيد اني موجود معاكم، وسعيد بكل النجوم العظام الموجودين معانا النهارده. طبعا سمير كان صديق عزيز عليا جدا، عشنا حياه جميله، وكان في بينا لحظات فيها رقه وفيها عزوبه، وده بيبين قد ايه الفيلم المصري كان فيلم فيه استعراض وفي دراما وفي تراجيدي وفي اكشن وفي كل اللي احنا ممكن نتخيله. كان في بيني وبين سمير علاقه لطيفه، كان هو دايما يسميني براد بيت وانا مسميه كيفن كوستنر، فيكلمني في التليفون يقول لي براد وير از يور هليكوبتر، اقول له والله انا مسلفها اصلي، فيقول لي نو بليز، اقول له يا كيفن يعني ما تقعدش تقرص عليا طول الوقت كده. فكان في علاقه جميله واستمرت بيننا، وعشان كده في ذكريات جميله.